يا بنتي برضاي عليك، ليش ما بتغيري رأيك وبتبقي معنا؟ أنا والله ما فيني بلاك. الله يخليك بابا، لا توجعني أكثر من هيك. يعني أنا اللي فيني بلاكون، بس ما عندي حل تاني. شو بقى قلنا هون؟ ليش ما بتروحوا معنا؟ ليش ما بتروحوا معنا ونضل كلنا سوا؟ ما عم بفهم عليك يا بنتي. يا بنتي أنا مو خرج هيك طلع. ليش أبي ليش؟ بدك يعني بعد كل هالعمر روح على مخيمات النازحين، مراكز اللواء، ومد ايدي مشان اكل؟ ما بقدر، خليني هون احسن لي. وانت خدي بنتك اطلعي، الله ييسر لك. بس هنيك امل لكم والله احسن لكم. شو ضل لك بهالحارة لك يا أبي؟ لا أنا عشت هون وبدي موت هون. علينا رح نكون بخير.